يقول الدكتور هيلم ستيتر أن ما تضعه في ذهنك سواء كان سلبيا أو إيجابيا ستجنيه في النهاية، وبإمكان الإنسان أن يجعل الجنة نارا والنار جنة عن طريق تفكيره. ولذلك قرأت قصة أن عقيد في أمريكي في حرب فيتنام عاش أكثر من 10 سنين وهو في زنزانة فردية، ولكنه خرج يعني لاعبا للغولف يعد من أفضل اللاعبين. والسبب في ذلك قال: كنت أعيش كل يوم بأنني لاعب يحب لعبة الغولف. يقول: كنت يعني كل يوم أعيش الموقف الذهني، أنه أعيش الفكرة أني أنا اليوم صرت ولعبت في هذا المكان ولعبت في هذا المكان وفزت وتميزت. وفعلا سبحان الله ذلك القوة أو التدريب الذهني سبقه بعد ذلك حبه وهوايته للعبة الجولف، ثم دخل فيها وتميز. إذن لو كان هذا الإنسان يعيش صراعات داخلية واستسلم للموقف في السجن الانفرادي، سبحان الله للأسف الشديد سيواجه تحدي كبير في حياته. وحتى لكن هذا الإنسان قد تم تدريبه على تفعيل القوة الذهنية كيف يوجهها بالتفكير إيجابي.